نحن الآن في الخطوط الأمامية لجبهة مريسة الواقعة شمال محافظة الضالع. في هذه الجبهة تدور المعارك لقرابة أكثر من 4 أشهر بين المقاومة الشعبية مسنونة بالجيش الوطني وبين ميليشيات الحوثي وصالح. نلتقي هنا بأحد أفراد الجيش الوطني المساندين للمقاومة الشعبية ليطلعنا عن سير المعارك خلال هذه الفترة وما هي أهم المواجهات التي دارت في هذه الجبهة. أهلا وسهلا، شرفتونا ونزلتم أهلا بين أخوانكم في المقام الشعبي والجيش الوطني. نحن هنا نقوم بقطع إمدادات العدو وقطع خطوط إمداده وتعزيزاتها القادمة من دمت. في هذه الجبهة نعتبر صمام أمان لمنطقة لمديرية مريس التي تعتبر صمام أمان لمحافظة الضالع. نعمل وفق الخطط النازلة إلينا من قيادة الجيش الوطني والمقام الشعبي. نحن هنا في قيادة القطاع نعمل على منع العدو تحجيمه، حشره في زاوية ضيقة لا يمكنه التحرك ولا التقدم، ولو على جماجمنا، وسقط شهداء كثير في هذه القاطع، والحمد لله نحن نعمل ولا أظن عن ما نقدمه. إذن كما سمعتم من أحد أفراد الجيش الوطني يتحدث عن طبيعة المعارك التي تدار هنا خلال هذه الفترة، بأن هذه الجبال وهذه المناطق هي جبهات صد لمنع ميليشيات الحوثي التقدم نحو مريس ونحو أيضا محافظة الضالع. محمد المريسي، قناة بلقيس، الضالع.